سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. سرد القصص والحكاية هو من الوسائل اللي بتساعد الأطفال على الإصغاء والتعبير والتغلب على الانطواء والخجل، وهي من أهم وسائل الاتصال والتواصل بين الكبار والصغار. انطلاقاً من هالشي، قدمت منظمة مجد الشام الخيرية مشروع الحكواتي الصغير بريف إدلب بهدف تطوير شخصية الطفل وتنمية الجرأة والشجاعة عنده وتشجيعه على القراءة والمعرفة. المشروع بيهدف لتعزيز مهارة الاستماع والتعبير عند الأطفال وتعزيز أفكارهم وقدراتهم اللغوية وتحفيز خيالهم من خلال تطبيق هذا النشاط بعدة مدارس ابتدائية بريف إدلب. آلية تطبيق المشروع بتتم كالتالي: بيختار المعلم القصص القصيرة اللي بتحمل مفاهيم اجتماعية وقيم أخلاقية، بيقراها على الطلاب بأسلوب روائي قصصي مشوق وجذاب. بتتخلل القراءة إثارة عصف ذهني للطلاب من خلال طرح أسئلة بتتعلق بتوقعاتهم عن الأحداث الجاية. بالمرحلة الثانية بيطرح المعلم أسئلة على الطلاب بيتأكد من خلالها على فهم واستيعاب للقصة. بالمرحلة الثالثة بيطلب الأستاذ من الطلاب إعادة سرد القصة على رفقاتهم بطريقة الحكواتي، وبهالطريقة بيحصل الطلاب على عدة فوائد، منها تشجيع الطفل على الاستماع على اعتبار أنه جودة الأداء من جودة الاستماع، وتعويدهم على الصبر، التركيز، ربط الأحداث والمفاهيم بذهنهم مع بعضها، بالإضافة لتقوية قدراتهم على التعبير وتحسين قدراتهم اللغوية. كمان بيساعد المشروع بحسب القائمين عليه على دمج الأطفال الوافدين والنازحين بالمجتمع المحلي من خلال مشاركة كل الطلاب بالنشاط وتثبيت روح الفريق والجماعة بنفوسهم، وهيك عم يساعد مشروع الحكواتي الصغير على بناء قدرات الأطفال بمدينة إدلب وبناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم من خلال سماع القصص اللي بتهمهم وبتعنيهم وإعادة سردها بالأسلوب الخاص لكل طفل، ليثبتوا للقائمين عليهم أنهم عم يقدموا أحسن شيء بيقدروا يقدموه للطفل السوري، وعم يثبتوا بهالطريقة أنهم فعلا سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.